من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بقية الشابتر بتاع كليفج اوف كاربون كاربون دبل بوند. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الكي ام ان او 4 مع البير ايوديت. قلنا ان اول خطوة بتتعمل بالكي ام ان او 4 بتعمل زي هيدروكسيليشن، وبعد كده الميتا بير ايوديت بيكمل. طيب، وقلنا ان برضو ممكن المنجنيت نفسه ممكن يكمل عادي، وقلنا ان البير ايوديت هو بيعمل زي كاتاليتيك بيرجع الكي ام ان او 3 اللي بيطلع الكي ام ان او 4 تاني. وضربنا مثال اللي هو السايكلوهيكسين، وادى 2 كربوكسيليك اسيد، ادى 2 الدهايد الاول بعد كده 2 كربوكسيليك اسيد. طيب دلوقتي احنا بيقولوا حاجة تانية ان السايكلو اركينز، هو دايما هنا خلينا نحدد السايكلو اركينز. السايكلو اركينز بالذات اللي هي الاركينات الحلقية بتتكسر الى دايكربوكسيليك اسيد زي ما احنا شفنا قبل كده بالكروم 6. كروم 6 مركبات كروم 6 ريجنت. بقول لك the initial step in these oxidations is the epoxide formation. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن الكروم 6. الكروم 6 الميكانيزم بتاعه مختلف عن المنجنات، ان هو بيطلع ايبوكسايد انترميديت، هو مش ايبوكسايد كامل بعد ما هنشوف. بقول لك with كروم 6 reagent the initial step in this oxidation is the epoxide formation، تكوين الايبوكسايد، which undergoes sulfuric opening of the epoxide ring. بعد كده بيحصل عملية فتح بالمذيب، فتح بالمذيب للايبوكسايد رينج المتكون، هو ايبوكسايد مشحون للجلايكولز اللي هو 2 او اتش او الجلايكول مونو استر زي ما هنشوف، followed by oxidation of to the acid. يعني طبعا هيديلي 2 او اتش، بعد كده هنوصل ال OH دي للحامض. هنشوف الميكانيزم ازاي. عنده ضرب مثال هنا، اللي هو اندين. اندين ده حلقة سداسية البنزين عادي جدا لازقة فيها حلقة خماسية، حلقة خماسية مش سداسية، وفيها دبل بوند واحدة ناحية الناحية دي كده، اسمه اندين. اندين ده هحطه هيتفاعل مع اكسجين، واحدة من الاكسجينات دبل بوند بتاعت الكروم اللي هي بتشتغل، لان الكروم فيه 2 او اتش ما نقدر بيهم، وفي 2 دبل بوند او، واحدة من دبل بوند او بس اللي بتشتغل وبتعمل الشغل بتاع الايبوكسيديشن اللي احنا عارفينه. الدبل بوند بتتكسر كده اهوت وبتهجم على الاكسجينه، والاكسجين بتهجم الناحيه التانيه وبتتكسر، الكروم بيسحب رابطه عنده. طبعا دي هتبقى موجب، ودي اكسجين، دي هتبقى سالب بتاعت اللي هي الدبل بوند التانيه. يعني هنا ما حصلش اوكسيديشن كامل، حصل هنا ايه ايبوكسيد انترميديت كده اهوت، الاكسجينه الموجبة كده اهوت اهي، واكسجينة سالبة. دي اسمه ايبوكسيد انترميديت. ايبوكسيد انترميديت دوت بحط عليه 2 جزيء مية، 2 جزيء مية، جزء منها بيروح للكروم بيديني بيرجعهولي تاني H2CrO4 اللي هو الدايكروميك اسيد عادي، بيرجعه وبيديني 2 او اتش اللي هو ايه الجلايكول، او اتش كده اهوت اهو، او اتش كده اهوت جلايكول، بيديني 2 جلايكول بمنتهى البساطة. انا اسف هو مش بيرجعه للكروم تاني، ده هو ده على السهم، بحط له واحدة تانية دايكروميك اسيد غير الاولانية. الاولانية دي عملت ايبوكسيديشن، ايبوكسيديشن. التانية هتعمل ايه بقى؟ التانية هتمشي بالستيب بتاعنا العادية اللي هو هتحوله لألدهايد وبعد كده كربوكسيل أسيد. هو مش دايس بالتفاصيل
او مش قايل بالتفصيل. طبعا لو جت في الامتحان هنضطر ان احنا نعمله بالتفصيل بالكلوميك اسيد، لكن ده الكحول اوكسيديشن اوف الكحولز، وهيديني كده اهوت الاندول الاضافه دي هتتكسر طبعا، خلاص دي هتتكسر كده اهوت، وهتديني في سالك اسيد هومو في سالك اسيد. هومو في سالك اسيد ليه بقى؟ ليه مش في سالك اسيد؟ لان في سي اتش 2 هنا، هومو في سالك اسيد، هومو في سالك اسيد ده الميكانيزم بتاع اللي هو السايكلو الكينز كليفج باي كروم 6، ده ميكانيزم بتاع سايكلو الكين كليفج باي كروم 6. بيقول لك the combination of sub stoichiometric amount، كميات stoichiometرية. هنخش بقى على الاوزميوم، اوزميوم اوزو 4 او الرايو 4 اللي هو اوثينيوم تتراكسايد with صوديوم بيريوديت. يعني هنا ايه اللي بيتحط بالكميه الكاتاليتيك؟ بيتحط اللي هو الاوزميوم اوفور لان ده غالي جدا، والروثينيوم برضه غالي شويه، و successfully used for the cleavage of alkenes برضه بيكسر الالكينز، بس هنا ما حددش بقى سايكل ولا حاجه. بقول لك the formed lower oxidation state of osmium وروثينيوم طبعا بيحصل له عمليه اختزال، فبيديني lower oxidation state اللي بينتج can be cycled back، بيعاد استخدامها to the tetra oxide with بيريوديت، للأكسيد الرباعي مع البيريوديت، تيترا أكسيد وبيريوديت أهو، أدي الكين أهوت، أوزيو تيترافايد، الميكانيزم إحنا دارسينه أهوت، ده طالما في دبل بوند يبقى الدايرة الكبيرة، يبقى إيه؟ سايكلينج أوف إلكترونز الكبير. تمام، اول خطوات اهي، بيحصل استقطاب على الدبل بوند، بتهجم على ال لان اسف الكربون بتستقطب الاول، بتهجم على الاكسجين، الاكسجين بيصح على الاوزميوم، لفه كبيره، والاوزميوم بيعمل استقطاب للكربونات التانية، بتروح تهجم على الكربونه اللي بقت موجبه، فبتدي سايكليك اوزميت است، سايكليك اوزميت است. الاوزميت هنا كان 8، ده سايكليك مش بير اوزميت، سايكليك اوزميت استر اهو، بيعمل هيدروليسيس، بيعمل هيدروليسيس للضبط ما بين الاو والاو اس، ودي بتبقى ضعيفة، الاكسجين دي بتهجم على الهيدروجينة، والاو اتش بتطعن في الأزمية التانية، وكذلك نفس الوضع اتش و اتش واحدة تانية برضو، الاتش هتطعن هنا اهوت، ودي الأكسجين هتيجي كده اهوت، وهتهجم هتهبش هيدروجينة، هيديني 2 او اتش كده اهوت، اهو هيديني 2 او اتش كده اهوت، اديني جلايكول، واداني اوزميك اسيد. اوزميك اسيد ده، الاوزميك اسيد ده اوزميوم 6 طبعا، اللي هو الاكسديشن ستيت، لان انا بديت باوزميوم 8، واداني هنا الجلايكول. الجلايكول بقى هيتفاعل مع ايه بقى؟ مع البيت ايوديت، اللي هو اساسا ليه وظيفتين، دي الوظيفه التانية بتاعته ان هو يعمل اوكسيديشن للجلايكول. طيب انا هعمل اوكسيديشن للجلايكول دلوقتي، هعمل الدوائر الصغيره لفه كده اهوت ولفه كده اهوت، بيحصل استقطاب للاكسجين، بتهبش هيدروجينه، الأكسجينة تطعن في الأيوديت، استقطاب للأكسجينة، تهبش هيدروجينة، الأكسجينة تطعن في الأيوديت، يعني الأيوديت بقى عنده ودنين أو اتش أهوت، أو اتش أو اتش أهوت، ولا زاد سباعي، ولا زاد سباعي زي ما هو، وبقى في ربطة بين الأو والأي والأو والأي. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل كده، السيجما بوند دي هتتكسر، تقفل، تديني دبل بوند،
فبالتالي الاكسجينه هتودي الالكترونات على الايودينه، الايودينه هتعمل ايه؟ هتطلع الالكترونات بتاعت الضغط ديت وتقفل بيها الاو، وتقفل بيها الاو التانية. يبقى اداني ايه بقى؟ هو طبعا ده اسمه سايكليك بيض ايوديت استر، لانه لا زال بيض ايوديت، لا زال بيض ايوديت. اللي هي لفات، اللفات السايكلينج بتاعت التفاعل الميكانيزم الصغيرة على الاو اتش ات بتدي البيض ايوديت سايكليك، او بيض يعني بتدي البيض اللي هي السايكليك الكبيرة اللي هي السايكليك اللي بتدي اكسجين عالية، لكن بالنسبة للدبل بوند بتدي اللور القليلة. اداني 2 ديول، اداني هيكسان 1.6 ديال، داي ال داي ال داي ال يعني 2 هالدهايد اهو. داي ال بس هنا هو توقف عند الدايل، لان اعتقد هنا ما في مش اقوى سوليوشن ومفيش هيدروسيس، فبالتالي اداني الدايل. وطبعا اداني الجزء دوت اللي هو الودنين بتوع الويك دول، الجزئين دول طبعا دي مع دي بيطلعوا، هنقفل هنا. هيديني اي معاها 2 O double bond مع O minus، يبقى دي ايه؟ ايوديت. وهنا السايكلينج اهو اوزميك اسيد H2OSO4 عامل زي السلفوريك اسيد مع البيض ايوديت IO4 بيديني اوزميوم تيتراكسايد OSO4 تاني، بيقعد استخدمه تاني وايوديت زائد H2O. ده بالنسبة للاوزميت. طيب ده كده، ده اللي فات ده كان اللي هو السب اماونت اوف اوزميوم مع بيض ايوديت. بقولك اوكسيديشنز، oxidation of cycloalkenes with stoichiometric amount of NiO4 and catalytic amount يعني stoichiometric amount معناها ان هي دي على مقدار اللي انا بحطه، يعني دي stoichiometric amount اهي، sub stoichiometric amount اهي. اللي فاتت دي كانت sub stoichiometric amount of اوزميوم، بس هنا غريبة جدا، هنا كان كاتب اول واحدة صب شوميتك اوف اوزميوم، الحالة التانية كاتب ستوشوميتك اماونت اوف نايو فور، هنا العكس حاطط النايو فور هو الستوشوميتك اماونت، وكاتاليتيك اماونت يعني كميات صغنططة جدا، كاتاليتيك اماونت اوف اوزميوم اوف اوزميوم از نون از ليميوكس، ليميوكس يونسون اوكسيديشن، ليم اي يوكس، ليم يوكس يونسون اوكسيديشن، ليم يوكس يونسون اوكسيديشن. It takes place first by cis dihydroxylation of CC double bond followed by cleavage of the formed one cis 1,2 glycol to a fold open chain terminal aldehyde. ما هو نفس اللي فات يعني، اعتقد ده نفس المعنى، نفس المعنى اهو. دبل بوند هيت في السايكل، في السايكل اوكتين دبل بوند اهو بتستقطب بتهجم على الاكسجينه حلقه كبيره، حلقه كبيره اهي، بتستقطب بتهجم على الاكسجين، الاكسجين بيودي على الاوزميوم، الاوزميوم بيطلع الاكسجينه التانيه بتاعت اكل العيش برضو بيوديها تهجم، من تعمل حلقة على نطاق واسع سين اديشن. طبعا احنا في البتاع 1.2 سين 2 ال كونسيرتد ميكانيزم والكلام ده كله، ده سايكليك اوزمات استر اهو، سايكليك اوزمات وليس بيض، سايكليك اوزمات. بعمل هيدروليسيس اتش او اتش فوق وتحت، الاتش بتطعم في الاوزميوم، الاتش بتطعم في الاوزميوم، الأكسجينة بتروح كده بتاخد تهبي هيدروجين اهو، وكذلك التانية و اتش تانية
بتطعن برضو هنا، ودي هتقصها كده، ولو فتحت كده هيديني اتنين اتش، هيديني اهو. هو عملها على مرحلتين وسماها ساي اي سايكليك، اي سايكليك وزمات استر. وانا عامل ميكانيزم بالتفصيل، ويفضل ان احنا برضو نعمله بالتفصيل كده. هو هيدرس خطوه بعد كده خطوه، اي سايكليك وزمات استر، اي سايكليك وزمات استر. الخطوه الثانيه او اتش اتش، برضو او اتش هتهجم، هتطعن في الاوزميوم، بالتالي الاكسجينه دي هتتكسر كده اهوت. اسف اسف اسف، تطعن كده اهوت، الوش تطعن كده اهوت، تتكسر كده اهوت. الاكسجين يهبش في الهيزينه بتاعه الميه، هيديني سيس واحد واتنين جلايكول. ده بقى هيشوف اللي هو النيوفور اللي هو البيض ايوديت، وهنعمل بقى الحلقات الصغيره، حلقات صغيره كده اهوت، وهنا حلقات صغيره، حلقات اللي هي ايه يعني سايكل الكتروني، الكترونات سايكل كده اهوت، تلف اللي هو سيس واحد واتنين جلايكول كده اهوت. الميكانيزم بتاعها نرجعوا تاني مع بعض، بيحصل استقطاب للأكسجينة، تهبش الهيدروجينة، الهيدروجينة ترجع الروابط للأكسجينة، تطعن في الأيودايت، استقطاب للأكسجينة من تحت بأكسجين الأكسجينة، تهبش الهيدروجينة، يبقى دقة حامض، دقة حامض، تكسر تحت الأكسجينة، الأكسجينة تروح تطعن في الأيودايت. اداني ايه بقى هنا؟ الفرق بقى هنا، شفت بقى ايه؟ سايكليك بير ايوديت استر، سايكليك بير ايوديت استر. هنا ما تأثرش البير ايوديت، لازال سباعي، لازال سباعي. ليه لازال سباعي؟ لان هنا بقى عنده او اتش، وهنا بقى عنده او اتش. طب ايه اللي هيحصل بعد كده بقى؟ بتاع هتتكسر الدبل بوند دي وتقفل، حتى الاكسجين هترجع للايودين الالكترونات، الايودين يقول لك لا انا مش عايز حاجه، هيدي الالكترونات يقفل بيها الرابطه التانيه كده اهوت، فيطلع الجزء دهوت. الجزء ده بيطلع او اتش من هنا، بيطلع او اتش من هنا، وتتقفل الدبل بوند او، هيديني واحد واتنين داي اوكتانال. طبعا احنا عارفين زائد ايه بقى؟ زائد اللي هو ايوديت زائد اتش تو، اللي هو اتنين دبل بوند او مع الاي وو ماينس، هيبقى خماسي، خماسي كده اهوت. التفاعل ده اسمه ايه؟ ليموكس، ليميوكس جونسون اوكسيديشن، ليموكس جونسون اوكسيديشن. ادانا بقى ايه؟ اتنين الدهايد، واحد وتمانية داي اوكتانال، واحد وتمانية داي اوكتانال اهو، زي ما ادانا هيكسان، واحد وستة داي ال، نفس الفكرة بالظبط. ده في حالة ان انا بشتغل بايه؟ اوكسيديشن اوف سايكل اوف ستوشيومتريك اماونت اوف نيو 4 وكاتاليتيك اماونت في الاوزميوم او 4. هنا ده مثال تاني، ماركر بالشكل ده 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10. طبعا هنا نلاحظ ان هنا ايه، مفيش واحد ولا تسعة، لان فيهم دول متشبعين. اوكتا هيدرو 8 هيدروجينات، اوكتا هيدرو نفس، لو اعتبر الهيدروجين هنا مستبدل، اوكتا هيدرو نفسرين، بحط له اوزميوم، اوزميوم او 4 كاتاليتيك اماونت يعني كميه نقط بسيطه، زائد نايو 4 ستوشيومتريك، وده اسمه ليموكس جونسون اوكسيديشن. وميكانيزم والميكانيزم نفس الميكانيزم اللي فوق، هيكسر، هيعمل برضه بوند كليفج كده اهوت، هيديني او كده اهوت وسي اتش او، يعني هيديني دبل بوند او كده ودبل بوند او كده، الدهايد هنا ودينا كيتون هنا، اسمه أربعة، ده أربعة سايكلو هكسانون أربعة سايكلو هكسانون اتنين يل، اتنين يل اللي هو ايه، هو اكتب السايكلو هكسانون ده مستبدل، اتنين يل، هو الحاجات دي كلها سماها يل، يل يعني ايه ضفت رقم اتنين عليها ايه، الدهايد، يل دي الدهايد، بيوتانيل، يبقى ده كله المستبدل الرئيسي اسمه بيوتانيل. بقى سايكلو هيكسانون الأربعة بالنسبة لإيه؟ للبيوتانيل، واتنين يل،
نيل بيوتنيل، اعتقد ان هم المفروض يقفلوا القوس كده اهوت، المفروض يقفلوا القوس كده اهوت، يعني بقى نيل بيوتنيل تقريبا لما يكون مستبدل الالدهايد يبقى اسمه نيل. في بقى ميكانيزم غريب جدا وشاذ مكتوب في الصفحة 79 بتاع الروثينيوم. الروثينيوم عمل حاجة غريبة جدا، كان حرامي روثينيوم، الحرامي أخد إيه؟ أخد جزء من تشين، هنشوف إزاي. مركب شكله غريب جدا بالشكل ده، حلقي كدوت، وفي كربوناين ملناش دعوة بيها، وفي ميثاين ملناش دعوة بيها، وفي حلقة كده ده أنلايل. الروثينيوم عمل السايكل الكبير بتاع الدبل بوند، استقطبت الدبل بوند، هجمت على الأكسجينة، إدت الروثينيوم، الروثينيوم إدت الأكسجينة، الأكسجين إدت كده، عمل حلقة كده اهوت. ده لغاية دلوقتي ماشي حلو، فيها مشكلة؟ إطلاقا. تمام، ايه اللي هيحصل بقى؟ حصل ما ادانيش هنا بقى ايه، ما حصلش هيدروسيس، ما حصلش عملية هيدروسيس. فايه اللي حصل؟ حصل مباشرة بوند كليفيج. كان المفروض يديني هنا الاول ايه، كان المفروض الاول يديني اللي هو الاتنين الدهايد، مدنيش، اتكسرت كده اهوت سنجل بوند، اتكسرت سنجل بوند كده اهوت، واتكسرت منين؟ دي اتكسرت منين؟ دي اتكسرت من النص وقفلت، اديت او سي اتش تو، او سي اتش تو، حلو اوي. وروثينيوم اخد اكسجين، الفلوس تلات قفلت كده اهوت، بدأت طبعا المركب كده اهوت، وده طلع مع نفسه اعتقد كده اسمه سي اتش او، اعتقد يعني ده اللي هو اسمه فورمال دهايد، اعتقد ده الفورمال دهايد، بيطلع جزيء فورمال دهايد ناقص، هو ده بيتصاعد، يتصاعد فورمال دهايد. حلو قوي. طب ده اداني ايه؟ اداني ايه؟ ده اتكسرت جزء من الاكسجين، اداني بقى ايه؟ مش هنا كان في تلات، الجزء ده مش كان تلات كربونات، بقى اتنين كده اهو. طب ايه اللي هيحصل تاني؟ الشرير بقى النيو فور او الايو فور ماينس، ايو فور هيعمل ايه يا معلم؟ هيتفاعل مع الدبل بوند، هيستقطب الاو، هتهجم على سي اتش تو، تهجم على كده دي، هتيجي اعتقد هتقفل هنا. هنا عملت حاجة غريبة جدا بقى، ما حصلش الكلام ده كله، ايه اللي حصل؟ هجم على سي اتش او ودي اتكسرت، وبس اتكسرت وبس، يعني ايه وبس؟ يعني بقت سالب كده اهوت، بقت سالب، بقت سالب سي اتش كده اهي، فتحت بقت سالب، بس انا ملاحظ حاجة غريبة جدا، ان في اكسجين هنا من الايو فور راحت معاها. طب ازاي؟ طب ما دي لما تهجم هنا كده اهوت، ودي هجمت كده اهوت، دي سابت لها الدبل بوند او، سابت لها دبل بوند او، هو مش كاتب ميكانيزم، المهم ان هي ايه، سابت لها دبل بوند او او ماينس، دي حاجة غريبة جدا. ده ادالي ايه؟ كربوكسيليت سولت، ادالي كربوكسيليت سولت، سبحان الله. هنا بعد ما كانت تلاتة بقت فيها ايه؟ كربوكسيليت سولت، ملح كربوكسيلي. ده ميكانيزم شاذ غريب جدا، ان الايو فور اديتها اكسجينة واديتها الايو ثري، وبرضه تحولت الايو ثري هنا. يعني ايه ايو ثري؟ يعني الجزء ده كله راح كده اهوت مع ان هي تم استقطابها وطلعت كده اهوت، وبعد كده ضفت دي اتكسرت تاني، بعد كده مش كاتب الميكانيزم، المهم نحفظ السهم كده تلات اسهم بسيطة جدا،
تتكسر ناحية الأكسجينة، تروح ناحية سي اتش او تتكسر ناحية الهيدروجين، تتكسر ناحية الأكسجين. ده اسمه كاربوكسيل سولت، كاربوكسيليك سولت. تمام كده، احنا كده خلصنا لغاية دلوقتي المحاضرة رقم 11. شكرا، واشوفكم في الفيديو الجاي.